بونسوار. نسبة الرطوبة على الساحل عم توصل ل 80%، سرعة الرياح ما عم تتعدى ال 25 كيلومتر بالساعة، طقسنا قليل الغيوم والتفاصيل كلها أكيد بعد شوي. هلا منبلش نشرتنا بصورة وشمسية، ومن صورة مجيد وغروب الشمس منروح على الدول العربية لنشوف كيف عم بيكون طقسها، ومنبلش جولتنا بتونس 28 درجة، الرباط 24، الجزائر كمان 24، القاهرة 39، بغداد 41، دمشق 32، القدس 30، عمان 32، ومنختم مع الكويت 43، دوحة 41، أما الرياض عم بتسجل 39 درجة. نرجع على لبنان، ساحل اللبناني عم تتراوح الحرارة فيه بين ال 21 وال 31 درجة، بالجبل بتوصل حرارة لل 27، أما بالداخل عم توصل لل 34 درجة. كيف عم بيكون الطقس ببعض المناطق اللبنانية؟ خلينا نشوف سوا. عكار 30 درجة، طرابلس 31، الأرز 21، الكورة 28، الهرمل 30 درجة، القاعد 29، بعلبك 27، الرياء 26. منكفي بالمناطق اللبنانية، عجبيل 29، فريا 26 درجة، جونية وبعبدة 31، بيروت كمان 31 درجة والطقس صافي ومشمس. زحل 32، شتورة 31، عنجر ومشغرة 30 درجة، جزين 29، رشيا كمان 29، مرج عيون 30، بنت جبال 31، والختام بيكون مع الصيدة 29، أما صور وقانا 30 درجة. بكرة طقسنا صافي ومشمس مع حرارة عم تتراوح لنهار الثلاثة بين 22 وال 31، بترتفع نهار الأربعاء درجة واحدة وبتسجل 32، ترجع بتنخفض درجة واحدة نهار الخميس لتوصل لل 31 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 12 وال 21 درجة. بعتوا لنا صوركم عن مغيب الشمس، ولهون بتكون خلصت النشرة الجوية. تصبحوا على ألف خير.